ممتازة. إذن متابعينا الكرام، متابعي شبكة القدس الإخبارية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في هذا البث الحي وأكثر من مدخل مدينة البيرة الشمالي، حيث توجه طلاب جامعة بيرزيت لهذه النقطة ردا على استشهاد المجموعة من طلبة جامعة بيرزيت هنا على مدخل مدينة البيرة الشمالي، ردا على استشهاد الطالب في الجامعة عامر حلبية وهو من حرية القدس المحتلة في تركمان مرة معاه شرفك.
نعم. إذن متابعينا الكرام، متابعي شبكة قدس الإخبارية، نذكر بأن هذه الفعالية هي لطلبة جامعة بيرزيت، حيث تجمع الطلبة وذلك بعد استشهاد متابعينا الكرام، إصابة أحد الشبان Oh, cool.